الانسحاب الأمريكي من العراق أكاذيب الكاظم التي كشفتها تصريحات جديدة ذكرى حرب تحرير الكويت، حكاية عاصفة الصحراء التي هبت على الشرق الأوسط فغيرته إلى الأبد. هل يدفع إعدام إيران لجاسوس بريطاني العلاقات مع بريطانيا إلى حافة الهاوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي، فيما يتعلق بموضوع القوات الأمريكية، نحن لسنا هنا بصدد تقييم ما صدر عن السيد محمد الشياع السوداني في تصريحاته اللافتة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بتاريخ 15 من كانون الثاني الجاري، عندما أجرى السيد محمد الشياع السوداني مقابلة مع هذه الصحيفة. يعني تعتبر هذه المقابلة هي المقابلة الأولى له لصحيفة أمريكية عشية توجه وفد من العراق برئاسة السيد فؤاد حسين وزير الخارجية إلى واشنطن، والتي يمكن أن تسبق زيارة سيقوم بها في وقت لاحق السيد محمد الشياع السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قال السيد محمد الشياع السوداني في هذه المقابلة إن وجود القوات الأجنبية ما زال ضروريا لمحاربة داعش كما تقول الصحيفة، ودافع رئيس الوزراء العراقي كما تقول الصحيفة عن وجود القوات الأمريكية في بلده، ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، ما يشير إلى موقف أقل ميلا للمواجهة مع واشنطن بداية ولايته من الموقف الذي اتخذه حلفاؤه السياسيون الذين تدعمهم إيران، على حد قول وول ستريت جورنال. طيب، نحن لا قلت لكم لا أريد أن أقيم الآن هذا التصريح بشكل خاص، ننتظر الأيام المقبلة حتى نقيمه خارج الحدود بمهنية وبوعي وبصيرة، ودون أن ننشغل فقط بالشعارات. لكن يجب أن نقول أن هذا التصريح يفضح بشكل كبير وواضح وصريح ولافت ومثير كل ما قاله مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق فيما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية. تذكرون ذلك جيدا، تذكرون الحوار الذي سمي بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أفضى إلى ما قاله الكاظمي آنذاك بانسحاب القوات الأمريكية من العراق. تذكرون جيدا أن هنالك قرارا للبرلمان العراقي، هذا القرار صدر في 5 من كانون الثاني 2020، يعني بعيدة اغتيال قادة النصر، وقضى هذا القرار بأن تتولى الحكومة العراقية مهمة الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج القوات الأجنبية، وطبعا على رأسها القوات الأمريكية. طبعا هذا القرار الذي صدر عن البيان يبدو بقي على الرف، أقول بقي على الرف من حيث تفعيله من قبل مجلس البرلمان، مجلس النواب ورئيس البرلمان، مع كل الأسف لم يفعله، لم يصادق عليه، لم يوقعه، لم يرسله أيضا لكي يصبح قرارا رسميا صادرا من البرلمان، يذهب إلى جريدة الوقائع الرسمية وينشر، هذا لم يحصل. نعم، حاول السيد عادل عبد المهدي مشكورا، يعني شاف البيان وصدر البيان، بس هو البيان بشكل رسمي لم يصل بشكل رسمي، وكرر على هذه النقطة، وحاول أن بالفعل أن ينفذ ما جاء في هذا القرار، وأخذ أراد أن يجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. فقال وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، قال بأنه الحكومة الأمريكية
لا تتحاور مع حكومة تصريف أعمال، على أساس أن السيد عادل عبد المهدي كان قد استقال آنذاك وبقي رئيس وزراء تصريف أعمال لحين أن جاء مصطفى الكاظمي. زين، هذه واحدة من العراقيل الأمريكية. اثنين، تذكرون أيضا جيدا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك عندما هدد بمصادرة الأموال العراقية الموجودة في البنوك الأمريكية، الأموال التي قيل آنذاك إن الولايات المتحدة الأمريكية تحميها مما يسمى بالديون القذرة، وبقتها عندها بحدود 37 مليار دولار. قال إذا نفذتم هذا القرار وأخرجتم القوات الأمريكية، تهديدات كثيرة من ضمنها موضوع مصادرة الأموال وأن تدفعون فلوس الأجهزة والمعدات الأمريكية إلى غير ذلك. اجت حكومة السيد محمد مصطفى الكاظمي ودخلت مرحلتين من حوار استراتيجي مزعوم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصدر إعلان بانسحاب القوات الأمريكية، وناس صفقوا ومجاميع هلهلت، وبعض القادة السياسيين فرحوا ورحبوا وباركوا للسيد مصطفى الكاظمي هذه الخطوة العملاقة، وبعضهم أخذ يتحدث بالتفاصيل أنه يعني هذه الآن بقايا القوات الأمريكية، يعني المعدات، القواعد، شلون راح تستلمها الحكومة العراقية، والآن يلا سيطروا على موضوع الأجواء. قصة كبركت، لفقت، لا أقول أنها يعني مرت عليكم، أنتم واعون، العراقي مفتح باللبن ويعرف كل الزين، بس احنا في ذلك الوقت منذ ذلك، واللطيف احنا خوب ما احنا مو نضرب يعني تحت رمول ولا نقرا الغيب، لا ما ندعي هذا الشيء، احنا نجي استندنا الى تصريحات امريكيه رسميه بعد تصريح السيد محمد مصطفى الكاظمي وبعد تصريح حلفائه في العمليه السياسيه. اجوا الامريكان قالوا يا ترى اللي يقول لك انسحبنا لا تصدقه، مو بس ما انسحبنا وإنما جاي نعزز من عديد وعدد قواتنا في العراق، على القائد السابق للقوات المركزية الأمريكية، وأكدها باستمرار البنتاغون في تصريحات كثيرة وصحف أمريكية متخصصة، قالوا القوات الأمريكية باقية وكل ما جرى هو تغيير اليونيفورم، الزي، اللبس والاسم، بس 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 غيروا الاسم إلى من قوات قتالية إلى قوات تدريب واستشارة. فرحهم ماكرون، ماكرون اللي حضر مؤتمر بغداد الأول الذي سمي بمؤتمر الجوار وبعدين بدلوه، وهو رعى هذا المؤتمر بغداد تذكرون جيدا، وقال في مؤتمر بغداد قال قواتنا الفرنسية باقية بغض النظر عن القوات الأمريكية، بقت لو ما بقت يعني غصبا علينا باقين. هذه واحدة من أهم الأكاذيب التي كان السيد مصطفى الكاظمي يروج لها، لأنه يريد أن يبقي على القوات الأمريكية، وكان يقدم معلومات تضليلية فيما يتعلق بسيطرة الحكومة العراقية المزعومة على الأجواء، وهي كلها بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وبعدين أضافوا أكاذيب أخرى، جت أكذوبة محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي عن طريق الطائرات المسيرة، وجدت أكذوبة، أكرر هذه الأكذوبة لأن هذا الكلام لأنه في الكثير من وسائل الإعلام وقنوات الفتنة يجري تسويق هذه الكذبة باستمرار لإعطاء إيحاء أن هنالك تغيرا استراتيجيا في موقف فصائل المقاومة وفي موقف القوى السياسية الكبرى التي تشكل الإطار التنسيقي فيما يتعلق من مسألة بقاء القوات الأمريكية، وهي قضية استهداف محيط السفارة الأمريكية وبعض العمليات التي كانت تنسب إلى فصائل المقاومة. وكنا نقول آنذاك يابا هذا مو شغل المقاومة، هذا مو المقاومة مو شغلة تضرب حائط أو محيط الحائط،
وبعدين المقاومة وفصائل المقاومة وعموم العراقيين المخلصين أعطوا للسيد مصطفى الكاظمي فرصة ليقوم عبر القنوات الدبلوماسية بإخراج القوات الأمريكية. نعم هو فخ، ممكن يراد لنا أن نقع فيه مرة أخرى بحجة أنه والله شنو، احنا تغيير الاسم من قوات قتالية إلى تدريب واستشارة، لأنه نفس القوات الأمريكية اللي هي لا تزال باقية وهي التي قتلت قادة النصر. يعني هاي الذريعة، هاي الحجة اللي ممكن يسوقها الأمريكان ويسوقها الغربيون ويسوقها البعض ممن الذين يروجون لبقاء القوات الأمريكية، يقول لك احنا بحاجة إلى قوات جوية تساعدنا في موضوع القتال ضد داعش. أولا هو من اللي اعترف بأن القوات العراقية قادرة على مواجهة داعش بعد سقوط دولة الخلافة؟ هي نفسها الولايات المتحدة، نفسها الولايات المتحدة الأمريكية. اثنين، هذه القوات الجوية التي يزعمون أنها تريد أن تساعدنا في محاربة داعش التي أسستها الولايات المتحدة والتي هي قامت بإعادة هذا التنظيم الإرهابي مرة أخرى إلى الواجهة، هي التي قتلت قادة النصر الذين كسروا شوكة ومجاديف داعش. فبشكل عام أقول مرة أخرى، نحن هنا لسنا بصدد تقييم تصريحات السيد محمد الشياع السوداني، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى الآن أن نتأنى وأن ننتظر في الأيام المقبلة. وطبعا نحن مع إقامة علاقات متكافئة متوازنة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بس بشرطها وشروطها، كما أننا أيضا بحاجة إلى علاقات متكافئة متوازنة مع دول الجوار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بشرطها وشروطها، وكما أننا أيضا بحاجة ماسة إلى تأكيد علاقات جيدة جدا ومتميزة مع دولة وقفت معنا في ساعة العسرة وقدمت لنا الدماء، إلى جانب السلاح والخبرات والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وهي الجمهورية الإسلامية. ذكرى حرب تحرير الكويت، حكاية عاصفة الصحراء التي هبت على الشرق الأوسط فغيرته إلى الأبد. طبعا هذا ما يريدون، هم لا يستطيعون أن يغيروا الخارطة، لأنه مشروعهم من زمان إقامة شرق أوسط كبير أو جديد تكون الغلبة فيه للكيان الصهيوني. أولا تطبيع العلاقات مع هذا الكيان، دمجه بدول المنطقة بعد إضعافها، بعد تقسيمها، بعد إعادة تقسيمها، وتشكيل نظام إقليمي جديد تكون الهيمنة فيه إلى الكيان الصهيوني. أحبائي، الأسبوع الماضي شهد انطلاق هذه الحرب، يعني حرب تحرير الكويت، وتذكرون جيدا أن حرب تحرير الكويت وضعت مفهوما جديدا يقوم على الاعتماد الكلي على القوات الجوية اللي أشرت إليها قبل قليل في المحور الأول، عندما يتحدث العراق وتتحدث بعض القيادات العسكرية الأمريكية أن العراق بحاجة إلى تعزيز قواته الجوية، وهم ما يسمحون له أن يحصل على قدرات عسكرية جوية، فيبررون وجود القوات الجوية الأمريكية بزعم أنها تحارب داعش. بدأت قضية استخدام هذه القوات الجوية في حرب تحرير الكويت عن طريق استخدام التكنولوجيا المتطورة، الأسلوب نفسه الذي اتبعته طبعا القوى الغربية الأخرى في مناطق أخرى مثل البلقان، مثل حرب الناتو على ليبيا. ومن هذا الباب فإن عملية عاصفة الصحراء التي انطلقت ليلة 17 من كانون الثاني يناير 1991 قامت بها القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت من حماقة صدام حسين، من حماقة ما يسمى بالزمن الجميل. الآن بعضهم يتحدثون، شباب صغار مع كل الأسف لم يولدوا في ذلك الزمن الجميل، يجون يقشمروهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة والمباحة واللي صارت في كل بيت بأنه والله كان هنالك العراق يشهد الزمن الجميل،
واحدة من مفردات هذا الزمن الجميل هو هذه حرب، هسه ما نقول بس غزو العراق للكويت، يعني غزو صدام، لا لا، حرب تحرير الكويت، لأنها شهدت مآسي كبيرة. هذه المآسي الكبيرة كانت نتائجها على العراقيين، على الجيش العراقي المظلوم، الذي حتى عندما انسحب من الكويت تمت إبادته بمجزرة ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يستدعي رفع دعاوى قضائية على الولايات المتحدة الأمريكية وملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية قانونا بسبب هذه الجريمة. طبعا تذكرون أيضا مسرحية قيام النظام العراقي السابق بقصف الكيان الصهيوني بعد يوم واحد من انطلاق حرب تحرير الكويت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 91. نفذ النظام العراقي آنذاك تهديده الورقي بقصف يعني بعض المدن على أساس في داخل فلسطين المحتلة في يوم 18 يناير كانون الثاني، وحتى يوم 25 فبراير هو على أساس يقصف صواريخ، وهذه الصواريخ كانت كرتونية، كانت مسرحية، لأن هي كل الحرب كانت مسرحية. شلون هسه تقول لي كل الحرب كانت مسرحية؟ صدام حسين كانت عنده مهمة، مهمة صدام حسين تدمير العراق، أولا بشن حرب على الجمهورية الإسلامية وتدمير إيران طبعا، ودق إسفين بين الشعبين العراقي والإيراني، وخصوصا بين الشيعة والشيعة، وبعدين حتى في موضوع تقليل النسل، تقليل عدد الشيعة وتقليل عدد المسلمين، لأنه هو يستخدم، لا تقولون لغة طائفية، هذا الواقع، لأن معظم أفراد الجيش العراقي هم من الوسط والجنوب، وشفتوا أنتم كارثة دخولهم إلى الكويت وبعدين الانسحاب منهم، من اللي اتحمل تلك المأساة؟ الجنوب والوسط. هو ليش انطلقت الانتفاضة؟ لأنه هذا العراقي المسحوق شعر بالذلة والمهانة، ما عاد يتحمل مثل هذا، فصارت انتفاضة شعبان، تذكروها جيدا، انتفاضة 15 من شعبان التي كادت أن تسقط هذا النظام، لكن الولايات المتحدة التي كانت حرمت عليه استخدام الطائرات والمروحيات بعد حرب تحرير الكويت والصواريخ البالستية، لا، سمحت له. ليش؟ لأن الموضوع هنالك طرف آخر هم الشيعة، وطبعا أيضا الأكراد، كان تصفيتهم مهمة جدا، أو إضعافهم وتهديم قواهم كان هدف كبير للغرب، ولأن العراق يعتبر عامل فاعل كبير ومهم جدا في معركة التحرير المقبلة إن شاء الله، والتي بدأت منذ قيام عصابات صهيونية باحتلال فلسطين المحتلة. أيضا حرب تحرير الكويت كشفت لنا ما يمكن أن نسميها بالحرب التلفزيونية، لأنه في تلك الحرب تذكرون السي ان ان وبعض وسائل التلفزة الأمريكية تحديدا، وطبعا تنقل عنها وسائل وتلفزة عربية وبلغات مختلفة، لحظة بلحظة ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وما كان يسمى بعاصفة الصحراء، فيمكن أن نعتبرها بأنها أول حرب تلفزيونية، لأنه كما قلت لكم نقلت محطات التلفزيون في كل مكان منذ اللحظات الأولى لاندلاعها وحتى نهايتها صورا للصواريخ والطائرات الحربية وهي تنطلق نحو أهدافها وما تبعها من آثار الدمار والخراب، أسلوب بث الرعب في قلوب الناس حتى دائما يخوفوهم على هذا الاستعراض. أصلا يعني أنا لاحظت اصطلاح أو جملة عبارة كتبتها البي بي سي آنذاك في تلك الفترة، البي بي سي باللغة الإنجليزية، تقول حرصت قيادة قوات التحالف على استعراض ما وصفته بالدقة المتناهية للصواريخ والقنابل المستخدمة في إصابة أهدافها. ليش؟ لأنهم يريدون أن يثيروا هذا الرعب في قلوب الآخرين، في قلوب دول أخرى، عندهم إيران، عندهم سوريا، حتى عندهم كوريا الشمالية، لأنه كوريا الشمالية في تلك الفترة لم تكن قد وصلت بعد إلى مرحلة إنتاج السلاح الذري أو السلاح النووي، فكانوا يعني هم يعتبرون يعني آنذاك من حيث النظام السياسي، قلت لكم بالرغم من أن صدام كان ينفذ أجندتهم، يعتبرون العراق، كوريا الشمالية، إيران ضمن محور الشر،
اللي هم ابتدعوا هذه التسمية. فعلى أي حال كانوا يريدون أن يوجهوا رسائل إلى كل الدول الفقيرة الضعيفة، وخصوصا هذه الدول إيران، سوريا، كوريا الشمالية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تكرر ما فعلته في العراق بدولهم. وعلى أي حال كانت معركة أو حرب عاصفة الصحراء نقطة تحول عسكرية من وجهة نظر أمريكية طبعا، إذ باتت الولايات المتحدة الأمريكية تسوق نفسها وكأنها القوة العسكرية العظمى بلا منازع في العالم، وقد لعب ذلك دورا كبيرا حتى في وأسرع في تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق. أيضا رسائل كانت وجهت إلى الاتحاد السوفيتي السابق الذي تم تفكيكه بطريقة مذهلة، كنا قد تحدثنا عنها سابقا، من الداخل، يعني من موضوع الداخل، إشاعة أفكار، هاي موضوع الغزو الثقافي الغربي، نشر أفكار مفاهيم، حتى سندوي الهمبرجر، الموسيقى الروك أندرول الجينز، والثقافة الغربية بشكل عام. بعدين اتعاب الاتحاد السوفيتي في الصراع اللي يسمونه بالصراع التسلح أو سباق التسلح، فإرهاق اقتصاديا ماديا، فتم إسقاط هذا الاتحاد السوفيتي، ويريدون يكررون نفس التجربة مع الجمهورية الإسلامية. لاحظتم بالفترة الأخيرة أيضا بدأ يتكدس أو يتكثف مثل هذا الجهد ضد الجمهورية الإسلامية الذي بدأوه كما قال السيد الإمام آية الله العظمى السيد علي خامنئي قبل أيام، تحدث عن مشروع سري، وثائق كانت قد عثرت عليها الجمهورية الإسلامية من زمان، عن خطة الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر لتفكيك الجمهورية الإسلامية وإسقاطها بعد انتصار طبعا الثورة الإسلامية. لكن مثل هذه المشاريع تسقط وتفشل بالتأكيد بالحزم والوعي والإرادة والبصيرة، وهذا ما سنحدثكم عنه في المحور الثالث. هل يدفع إعدام إيران لجاسوس بريطانيا العلاقات مع بريطانيا إلى حافة الهاوية؟ أحبائي، الخيانة كما تعرفون نقض للعهد أيا كان نوعه، وهي تصرف مذموم ولا أخلاقي لدى جميع الشرائع وجميع الثقافات، لأنها تنعكس بشكل سلبي على المحيطين بالشخص والمجتمع، سلوك الأفراد، وبالنتيجة تعطي دائما انطباعات على أن هذا الإنسان الذي يخون بلده هو أيضا يستطيع أن يخون البلد الذي خان بلده من أجله. احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة إيران قامت بإعدام من وصف في وسائل الإعلام بأنه كان نائبا لوزير الدفاع السابق علي أكبر، علي رضا أكبري. طبعا صدر توضيح من وزارة الدفاع بأنه لم يكن نائب لوزير الدفاع، كان مديرا لمركز استراتيجي تابع لوزارة الدفاع، لكن بشكل عام هو كانت لديه مسؤوليات، هذه المسؤوليات مهمة في البلاد. يعني على سبيل المثال كان أكبري عضوا في لجنة عسكرية أشرفت على تنفيذ وقف إطلاق النار، يعني قرار 598 اللي مع كل الأسف لم يطبق بعده. ربما أقول ربما هو أيضا مسؤول عن تأخير تطبيق باقي بنود القرار 598. ليش؟ لأن القرار 598 كان يجب أن يفضي إلى إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم بين العراق وإيران، وأن ينتهي باتفاقية سلام واتفاقية عدم اعتداء. هسه سلام، بعدين ممكن تتطور إلى اتفاقية عدم اعتداء، والأفضل أن تتطور أكثر إلى اتفاقية ومعاهدة دفاع مشترك، لأن البلدين تاريخ مشترك، جوار جغرافي، علاقات متينة. بعدين كلا البلدين يعني يتعرضان كما هو واضح لمؤامرات من هذه الدولة أو تلك. ولعلكم أيضا لاحظتم يعني تصريحات سماحة السيد حسن نصر الله
قبل أيام قال إن المشروع الأمريكي ما زال يعمل على جبهات عدة في مواجهة العراق، إيران، سوريا ولبنان. فمن هذا الباب يعني أقول أنه هذا الرجل كان مسؤولا مهما جدا، وإحنا من 1988 لحد الآن أكو عرقلة واضحة لافتة للقرار 598. هسه هذا الشخص له دور في هذه العرقلة أم لا، بالنتيجة على الجمهورية الإسلامية، على العراق أيضا أن يبادر إلى حل هذه القضية وإنهاء باقي المسائل المتعلقة من القرار 598. وكان أيضا السيد أكبري كما هو واضح ومعروف عمل أيضا يعني مستشارا للسيد علي الشمخاني في من خلال هذا المركز الذي تحدثت لكم عنه، يقدم دراسات استراتيجية ملاحظات لوزير الدفاع، وبعد ذلك ربما للمجلس الأعلى، أقول ربما لأن السيد علي الشمخاني بعدين أصبح أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. والإيرانيين في هذه المسائل يعني لا يعطون الكثير من المعلومات لأسباب ذكية، أقول ذكية جدا. ليش؟ لأنه أنت شفت أن أكبري اعتقل عام 2019 وظل الأمر طي الكتمان، لم يكشف النقاب عنه على الإطلاق. البريطانيين ساكتين والإيرانيين ساكتين. شو وقت كشف النقاب؟ قبل أيام من تنفيذ عقوبة الإعدام. هذه طبعا معارك الاستخبارات بين الدول أمر متعارف عليه، على الرغم من أن احنا لدينا مفاهيم، يعني نحن المسلمين لدينا مفاهيم شرعية إسلامية فيما يتعلق بالعلاقة مع الدول، تنظمها صحيح، تنظمها معاهدات ومنظمات دولية وجمعيات وتبادل سفارات، معاهدات لها صلة بموضوع التبادل القنصلي وتبادل الممثلين التي لم تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية حين قتلت القائد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، لأنه وفق اتفاقية عام 1973 التي أقرتها الأمم المتحدة، كل الدول ملزمة بأن تحافظ على حياة وحرية المسؤولين والمندوبين التابعين للدول الأخرى. هذا لم تلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا احنا عندنا في يعني في أبواب الفقه الإسلامي تعاريف كثيرة فيما يتعلق ب العلاقة مع الدول الأخرى. احنا مو بس نلتزم كمسلمين بهذه الاتفاقيات الدولية الموجودة والمنصوص عليها ونحترمها، لا لا، احنا لا نجيز الخيانة أبدا. وحتى فيما يتعلق مو بس الممثلين، يعني مو بس السفراء والدبلوماسيين، لا لا، أي مواطن يأتي إلى دولة أخرى مثل بريطانيا ويأخذ تأشيرة ويحصل على إقامة، فهو ملزم بالقبول بكل القوانين التي طبعا لا تتعارض مع أفكاره ودينه وتدينه. يعني مثلا فيما يتعلق بالشذوذ الجنسي، ما حد يفرض عليك هنا في بريطانيا أن تقبل بمثل هذه القوانين. لكن وبالمناسبة يعني في الغرب بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص يسمح لكل الفئات الدينية والثقافية أن تمارس، القوميات أن تمارس ثقافاتها. رئيس الوزراء الهندي هذا ريشي سوناك، هذا أصلا حتى طقوس الدينية مارسها بشكل صحيح عندما استلم، حتى قبل أن يستلم رئاسة الوزراء، من كان وزير للخزانة مثلا عنده أدعية معينة، تفاصيل معينة، يروح إلى الكاهن الذي يتبعه ويأخذ منه المباركة. ما حد يحاسبك على هذا الموضوع. الممنوع هنا فقط أن تخون هذه البلاد، وهذا شرعا أيضا لا يجوز، لأنك أنت معاهد هنا، أنت معاهد، حصلت على الفيزا وفق اتفاقية، وفق عقد، وفق صفقة. هذه الصفقة أنت طرف فيها. وهذه بالمناسبة هذه فتاوى الإمام الخميني، باعتبار نحن نتحدث عن إيراني تم تجنيده وبعد ذلك منح الجنسية البريطانية. على فكرة هذه قضية الذين يعني يمتلكون جنسيات مزدوجة، هنا أنت أمام مشكلة كبيرة. يعني حسب القوانين
طب هذا الذي يمتلك جنسية بريطانية وهو عنده جنسية إيرانية، زين من يخون إيران وفق أي قانون لازم تتم محاسبته؟ طبعا وفق القانون المحلي الإيراني، صح ولا لا؟ من هذا الباب لا يحق للحكومة البريطانية أن تعترض، بالعكس عندما تعترض الحكومة البريطانية يعني جاي تثبت على هذا الرجل أنه كان جاسوسا. ليش تعترضون؟ قضية إذا كان هذا مواطن إيراني، لنفترض جدلا، وفرض المحال ليس بمحال كما نقول دائما وتعرفون أيضا، لنفترض أنه مثلا لم يرتكب تلك الجريمة التي يستحق عليها الإعدام، هذا شأن داخلي، شأن له علاقة، مثل ما إيران لا يحق لها أن أيضا تتدخل في قضية تتعلق بكيف تقمع الشرطة البريطانية للمتظاهرين المحتجين على ارتفاع تكاليف المعيشة وعلى ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا. وشفتوا حتى السيد رئيس الوزراء ريشي سوناك تحدث عن منح السلطات، يعني منح الشرطة البريطانية أيد أن تمارس كل ما تملك من سلطات في مسألة فرض الأمن والحفاظ على الأمن في البلاد. من هذا الباب طبعا الإيرانيون يتحدثون أيضا عن قضية، ربما أنا لا أريد أن أقيم هنا، أنا أتحدث هنا عن مفهوم الخيانة، وأقول هذا المفهوم منبوذ ونرفضه وترفضه كل الشرائع السماوية، بس المفهوم الذي يتحدث عنه الإيرانيون كما لاحظت يعني نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، يقول هو البريطانيين زعلانين لأنهم فشلوا استخباريا، راهنوا على شخصية ليزودهم بمعلومات، والإيرانيون يقولون إنهم كانوا يزودونه بالمعلومات الخاطئة. بس لماذا تم إعدامه في هذا الوقت بالذات؟ تم إعدامه في هذا الوقت بالذات أنا باعتقادي هي رسالة للداخل قبل أن تكون للخارج، وأيضا للخارج رسالة للداخل، لأن هو إيراني وحصل بعد ذلك على الجنسية البريطانية. ولا تذكرون أنتم في قضية نازنين زاغري، نازنين زاغري أيضا هي تمتلك كانت جنسية مزدوجة، لم أدينت بالتجسس لبريطانيا لكنها لم تنفذ بها عقوبة الإعدام. هناك الكثير والعديد من مزدوجي الجنسية محكومون ومدانون في إيران، وإيران أيضا تحاول أن تستفيد من هؤلاء بالرغم من إدانتهم في علاقاتها السياسية والخارجية، لأن أيضا لديها سجناء في بعض الدول، لكن وجهتها من خلال الإعدام لأن حصل في الفترة الأخيرة تدخل غربي لافت وسافر في موضوع ما سمي بالمظاهرات، وهي اضطرابات مفبركة بحجة مهسا أميني، ومورست فيها أعمال قتل، يعني قتل أعضاء في البسيج، قتل أعضاء من الشرطة. أنتم تلاحظون مظاهرات يفترض تمارس فيها دائما القوى الأمن هي القمع، لكن ضحايا المظاهرات في إيران معظمهم من عناصر الأمن. بعدين من تجي إيران وتنفذ عقوبة الإعدام قصاصا، يعني أكو أولياء دم بهؤلاء الذين تم إعدامهم، الغرب يشن، وبريطانيا أيضا مع كل الأسف يشنون حملة كبيرة على إيران، وهذا طبعا يشجع في الداخل يعني المشاغبين على تخطي الدستور أكثر، تخطي القانون أكثر، وتعريض أمن المواطنين للخطر. لهذا هم حتى في موضوع الإعدام قالوا أنه مارس أعمالا عرضت أمن المواطنين الإيرانيين للخطر، فهي رسالة للداخل وطبعا رسالة للخارج بأن إيران ستتعامل بحزم شديد في موضوع تعريض أمنها للخطر مهما كان، مهما كانت أو مهما كانت الدول التي تقف خلف هؤلاء. أريد أن أشير وأختم، إيران دولة مسلمة، والمسلمون وتحديدا مكتب ومدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يشرعون الخيانة، لا يشرعون الخيانة في، وطبعا هذا الإسلام بشكل عام، لكن هناك تفسيرات أخرى لأولئك التكفيريين. وتتذكرون جيدا قصة أبو حمزة المصري وغير أبو حمزة المصري الذين يقولون نحن نستخدم الغرب لكي نضرب الغرب، هذا في إيران ما موجود، هذا في مدرسة أهل البيت ما موجود هذا، لأنه نحن نحترم العهود
الوفاء للبر والفاجر، الخيانة منبوذة على الإطلاق، وهي كما قلت لكم منبوذة في كل الشرائع السماوية. نحن لا نقبلها ولا يقبلها أحد، وهذا الإعلام الذي يتغول على إيران بسبب إعدام هذا الرجل عليه أن يعيد النظر في كل ما يفهمه عن مدرسة أهل البيت.